حبيبي صدق الله العظيم، ومن أحسن من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا. آيات كريمات قرأها على مسامع حضراتكم قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون والعالم العربي والإسلامي فضيلة الشيخ عزة السيد راشد. الدرك في السرك، لكن المرك فيه الله. واللي دخل حينا واللي دخل قلبنا علم على السرك وقال الله. مركب آب الركب ضرب في رمز الهمز نطق وقال الله. خلاص فتحنا العيادة يا مولانا، خلاص فتحنا العيادة يا سيدي عبد العزيز، وهنكشف لوجه الله. نعطي المريض الدواء من غير روشتة معاه، نعطيه برشمتين، واحدة مكتوب عليها سيدنا النبي محمد، والتانية لا إله إلا آلاؤك أنت يا الله. اللي مكتوب عليها سيدنا النبي داووا مرضاكم بالصدقة وحسنوا أموالكم بالزكاة، واللي مكتوب عليها لا إله إلا الله الحب كله يا عيني هو تقيت الله. يا محسن العبد لما يكون متصل بالله، مع العبد المتصل بالله، مع شيخي وسيدي الأستاذ الشيخ أحمد جمعة في كلمة موجزة عن حضر سيدنا النبي فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، أسبغ علينا جلابيب النعم، واصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر العرب والعجم، وفضل آل بيته على المخلوقات، ورفعهم بفضله وكرمه أعلى الدرجات، فهم نور حديقة كل زمان، ونور حدقة كل عصر وأوان، المميزون بالفضل عمن سواهم، الخاذلون لمن أبغضهم وعاداهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صاحب الخلق والتدبير، الواحد في الحكم والتقدير، الملك الذي ليس في ملكه وزير، المالك الذي لا يخرج عن ملكه صغيرا ولا كبير. وأشهد أن سيدنا محمد عبد لله ورسول، دعوة إبراهيم وقرة عين إسماعيل، وبشرى ابن البتول أشرق على الوجود بنوره، فإذا الكواكب والشموس أفول، أرسل والناس موات، فحيت وأينعت الأزهار من بعد ذبول، قالت الأعراب والكهان بالظن، فإذا هو بالوحي يقول، رسم الطريق إلى الهدى، ولولا هداه ما صح للعبد وصول، رسم الطريق إلى الهدى، ولولا هداه
للعبد وصول، هو الحنان هو الأمان، وبالصلاة عليه كل الهموم تزول. أعطاه الإله شفاعة، أعطاه الإله شفاعة، وبدونها ما كان للنجاة حصول. هو الوسيلة ترتجى، ولولا رضاه ما تم القبول. هو صاحب المقام الأوحد، وأصاب المقربون زبول. اسمع وصلي على الحبيب. صاحب المقام الأوحد، وقد أصاب المقربون زبول. أنا لها له مقالة، ونفسي ثم نفسي كل الأنبياء تقول. قرب وزلفى، حب ونجوى، وبحمده لربه يتحقق المأمول. تراه تحت العرش ساجدا، تراه تحت العرش ساجدا، والحزن في نفوس الجمع يصول. سل يا حبيبي ما بدا لك، ومن قبل المسألة أجاب المسؤول. أما بعد، الحفل الكريم، كل عام وأنتم بخير، بمناسبة ذكرى ميلاد خير من مدح، ذكرى ميلاد رسول الله. وذكرى ميلاد رسول الله ليست أمر عادي يمر علينا مرور الكرام، لأنه ميلاد الأنوار، وميلاد الأسرار، وميلاد الآيات. تبارك وتعالى وذكرهم بأيام الله. وهل هناك أعظم من يوم ميلاد رسول الله؟ هل هناك أعظم من يوم ميلاد رسول الله؟ اسمع وصلي عليه. الله، الله أوجد الوجود من باب الجود، ليس لعبادة ولا منفعة ولا مصلحة، وأمده برحمة لاستمرار هذا الوجود. ولولا الرحمة لاحترق الوجود. ومن هو الرحمة؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اسمع وصلي عليه. الحجاب الأعظم. ولذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن لله 70,000 حجاب من ظلمة ونور، لو انكشف حجاب منها لاحترق الوجود. ألم تقرأوا في القرآن؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلولا الرحمة، لولا الرسول لاحترق الوجود. حتى الذين استمطروا العذاب ربنا قال لهم لا، ويستعجلونك بالعذاب. لأن لما انولد وجاء وبعث رسول الله، رفع الله العذاب عن أهل الأرض جميعا، حتى الذين يستمطرون العذاب ويستعجلونك بالعذاب. ولن يخلف الله وعده. عارفين وعد ربنا إيه؟ وما كان الله ليعذبهم. بنحتفي، بنحتفي على الذي أمد الوجود بالرحمة لاستمرار هذا الوجود. ولذلك حدثت إرهاصات يوم مولد الحبيب. تصدع إيوان كسرى، خمدت نار فارس، وغيرها من الإرهاصات.
لماذا كل ذلك؟ لأن الكون انفعل مع سيده. فرح الأكوان بميلاد العدنان، الكون انفعل مع سيده لأنه هو الذي أعاد انسجام الكون مع الإنسان، لأن الكون يحب الإنسان الطائع. الأرض تفرح بالطائع والسماء، وتكره العاصي وتكره المبغض، تحب المحب. اسمع، فمن الذي أعاد انسجام الإنسان مع الكون؟ إنه رسول الله، ولذلك انفعل الكون مع سيده. ولذلك حتى لا أطيل عليكم، عندما نتحدث عن رسول الله إنما نتحدث عن الله، فالله لا ينفصل عن رسول الله، إنما نتحدث عن اصطفاء الله، نتحدث عن اختيار الله، نتحدث عن الدلالة على الله. ولذلك شاءت مشيئة الحق أن يبعث حبيبه صلى الله عليه وسلم لينقل الكون كله من أضران الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان. فجاء صلى الله عليه وسلم ليملأ القلوب إيمانا، والعقول حكمة، والنفس يقينا، والأيام سلاما، والليالي أمنا، والكون عدلا. ولذلك إياك، اسمع وصلي على رسول الله. خلاص يا عم الحاج مصطفى بقى، اسمع وصلي على الحبيب. إياك ثم إياك أن تظن أن حياة النبي بدأت بالولادة، حتى لا تظن أنه تنتهي بالموت. فعندنا في الصحاح ثلاثة أحاديث متواترة: كنت نبيا وآدم منجدل في طينته، كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. كنت ايه؟ نبي، يعني معاه مستلزمات النبوة، مش جاي لكم ولد وجالكم. كنت نبيا ولا ماء ولا طين يا مصطفى، من قبل نشأة آدم والكون لم يفتح له إغلاقه. أيروم مخلوق ثناؤك بعدما أثنى عليك خالق الأخلاق؟ ولذلك عندنا حديث لسيدنا جابر الأنصاري. سيدنا جابر الأنصاري قاعد مع رسول الله، وقاعد معهم سيدنا جبريل في صورة بشرية. فسيدنا جابر بيسأل رسول الله، بيقول يا رسول الله، ما أول شيء خلقه الله يا رسول الله؟ اسمع وصلي عليه. فقال له: نور نبيك يا جابر، خلقه وخلق منه كل خير. فنظر النبي فوجد آثار استغراب على وجه الأمين جبريل، فقال له: كم عمرت من السنين يا أخي يا جبريل؟ أنت عندك كم سنة يا جبريل؟ فقال له: يا رسول الله، لا أعلم، إلا أن أرى نجم يظهر في السماء كل 70,000 عام رأيته 70,000 مرة. فقال له النبي: وعزة ربي أنا ذلك الكوكب، سلام على بدر أتم فسلما، وأخفى شعاع الشمس حين تبسما، ولما مشى في ظلام الليل فانجلى، وأضاء به الكون بعد أن كان مسلما. فقلت لها: يا نوح، ماذا صفاته؟ قالت: يفوق البدر في أفق السماء. قلت لها: يا نوح، أين دياره؟ قالت: أرض البقيع وزمزما. قلت لها: أشفى السقيم من الظما؟ قالت: نعم، وبرئ العليل من العمى. قلت لها: أباض الحمام بغاره؟
قالت نعم والعنكبوت مخيمة. هات المطايا يا أخي إن كنت ناويا، وشرق بنا نحو الحبيب وزمزما. هات للسفر زادا وقوتا وهمة، فلربما حكم القضاء فسلما. يا رب زدنا في النبي محبة، يا رب زدنا في النبي محبة، لو ساقها الكافر طوعا أسلما. قلت لها ما الاسم؟ قالت محمدا شفيع لمن صلى عليه وسلم. وفي الختام نرحب بالدكتور عبد العزيز سلام مادح الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحبة المباركة والأنوار، الأنوار اللي ظهر هنا اهدي. وندعو بقى يعني الحاج مصطفى، ده فرحة في الأرض وفي السماء. خلي بالك الشغلة دي متصورة فوق، بس انت زي ما انت كريم في الدنيا خليك كريم في الآخرة. اوعى تسيبنا وتروح الجنة لوحدك، اوعى اوعى تسيبنا وتروح الجنة لوحدك. زادك الله نورا يا حاج مصطفى، وزادك الله كرما وأعلى قدرك، وبارك لك أنت وأولادك، ومرحبا بكم جميعا، وكل عام وأنتم بخير. افرح برسول الله قبل أن تحزن حزنا لا انقضاء له. عندما تجد أن البرازخ احتفال برسول الله، والقيامة احتفال برسول الله، والجنة احتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم. وشكرا. إيه الجمال ده؟ إيه الحنان ده؟ شكرا لعم الحاج احمد جمعه على هذه الكلمه الموجزه في حب سيدنا النبي، وبالاثاره عن نفسي وبالانابه عن سيدنا الحاج مصطفى الشناوي. برحب بالحضور جميعا كبارا وكبارا، فليس فينا صغير في حب سيدنا النبي.